ديفيد ميدن محلل الأسواق في إكويتي جروب. أهلا بك معنا في هذه الفقرة. طبعا غدا بانتظار الأسواق رقم بيانات الوظائف. كنا بدأنا بالقطاع الخاص بسهولة, تخطينا التوقعات. الآن نحن غدا, هل إلى أي مدى هو مهم هذا الخبر أو البيانات بالنسبة إلى رأي الفيدرالي؟ دائما المحللون يقولون أنه ليس هناك أي تغيير بالنسبة اليوم عند 660 ألف وهو أقل قراءة, ارتفاع طفيف عن الشهر الماضي, وأعتقد أننا سوف نشهد تقرير قوي غدا. وعلينا نأخذ في الاعتبار أن الشهر الماضي أرقام الوظائف خارج القطاع الزراعي كانت مخيبة للأمل, كانت الأرقام الرئيسية غير متماشية مع التوقعات, وأيضا تراجعت معدلات الوظائف نفسها, لم يكن لذلك تأثير على الأسواق. وعلينا نأخذ في الاعتبار أيضا أن مكونات التوظيف للISM وأيضا التقرير الخاص بالتصنيع والخدمات, وهذا ما شاهدنا, كان هناك قراءات جيدة. إذن كل الإشارات تشير إلى أن سوف نشهد تقرير قوي للوظائف غدا, وإذا كان هذا هو الوضع فمن المرجح أن الفيدرالي سيقول أنه في منتصف سبتمبر سوف نرى زيادة في الحديث عن البدء في تقليص برنامج شراء الأصول خلال الأشواق القادمة. إذن سوف نراقب ما سيحدث خلال 24 ساعة القادمة, وأيضا سنراقب عوائد سنة الأجل 10 سنوات, وإذا ارتفعت عن 1.5% وإذا وصلت أعلى من هذا المستوى غدا قد نستمر في رؤية ارتفاع الدولار الأمريكي. نعم, بالنسبة إلى الدولار الكندي أو اللوني, طبعا هذه العلاقة القوية جدا والمرتبطة بين أسعار النفط واللوني. شاهدنا أنه ساعدت الدولار الكندي على الارتفاعات في المرحلة السابقة, لكن مع تراجعات الأخيرة آخر جلستين أيضا هزت اللوني. كيف ترى هذه الحركة الكبيرة, خصوصا أنه وصلنا إلى أعلى مستويات في عدة سنوات مع هذه الارتفاعات؟ فيما يتعلق بالدولار الكندي, شهد ارتفاعا إيجابيا خلال أسابيع قليلة الماضية, وكان مرتبط بواقع بأن أسواق الطاقة لا سيما سوق النفط كانت في اتجاه صعودي. وفي بداية هذا الأسبوع WTI وصل إلى أعلى مستوى له في 7 سنوات, وكما ذكرت في المقدمة فإن النفط قد تراجع خلال الجلستين الماضيين, وأيضا هذا ما أثر على الدولار الكندي أيضا, ولكنني أعتقد أنه سيظل عند مستويات مرتفعة, وذلك بالنسبة للدولار الكندي والنفط خلال أسابيع قليلة القادمة. لا أتوقع أن أوبك بلس سوف تقوم بأي قرارات فيما يتعلق بتحديد الإنتاج, وستستمر في القلق فيما يتعلق بالمعروض الضيق للغاز والنفط. وأعتقد أن الدولار الكندي سوف يظل مرتفعا, ولكن علينا نأخذ في الاعتبار أنه إلى جانب الطاقة الاقتصاد الكندي قد ارتد ارتدادا كبيرا, وبالتالي أعتقد كل هذه العوامل إذا كان هناك أي خسائر شاهدناها في الدولار الكندي خلال الجلستين الماضيتين فإن هذه التراجعات لا يمكن أن تقارن بالمكاسب التي شاهدناها في الأسابيع الماضية, واللوني سوف يستمر في التداول عند هذه المستويات. نعم, بالنسبة إلى الدولار النيوزيلندي يجد صعوبة أيضا بالوصول إلى مستويات 70 مرة جديدة, يعني عنده صعوبة في الحفاظ عليها إذا وصل. أول رفع للفائدة منذ 7 سنوات, السوق تفاعل بشكل سلبي معها, يمكن كان منتظر أكثر من ربع نقطة مئوية. كيف ترى توجهات الكيوي في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة؟ خلال الأسابيع القليلة القادمة والأشهر القليلة القادمة أرى أن الدولار النيوزيلندي سوف يكون ربما متراجعا قليلا. الدولار النيوزيلندي في الوقت الحالي يشهد نوع من الارتفاع, ولكن كان آخر مرة شهد هذا الارتفاع في الشهر الماضي, وفي شهر أغسطس قرر محافظ البنك المركزي النيوزيلندي لم يرفع معدلات الفائدة, وذلك بسبب مشكلات تتعلق بالتواصل, وأيضا كان هناك أيضا تأثير لسلالة دلتا,
وبالتالي لم يرفع معدلات الفائدة في أغسطس، ولكنه قام بالتصريح بذلك، وهذا ما دعم الدولار النيوزيلندي على الارتفاع، وذلك في أغسطس وسبتمبر. ولكن من الواضح أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سوف يرفع معدلات الفائدة في أكتوبر، ولم يفعل ذلك حتى الآن. ولكن يبدو لي أن البنك المركزي النيوزيلندي سوف أيضا يقوم بالقيام بلعبة الانتظار والترقب، والاقتصاد سوف يكون له ردة فعل عند 0.2% أو معدلات الفائدة 25 نقطة أساس، وهو أول رفع لمعدل الفائدة في 7 سنوات، وهذا أمر رمزي حتى فيما يتعلق بحجم الارتفاع. ولكن أعتقد أن بنك المركزي الأسترالي سوف يرفع معدلات الفائدة بنفس المعدل، وهذا استمرار لزيادة المخاطر على الدولار النيوزيلندي. شكرا لك ديفيد مادلين، محلل أسواق في إكويتي جروب.